معهد بحوث المحاصيل الحقليه، احنا قد ايه بجد بنشيد بالدور اللي بيقوم بيه في استنبات اصناف جديده وهجوم جديده بتقاوم الظروف الحيويه والغير الحيويه. مش بس كده، احنا عندنا شويه تغيرات مناخيه مش بس في مصر، على مستوى العالم، فلازم نواكب هذه التغيرات، سواء بقى بارتفاع درجات الحراره، نسبه الملوحه، كمان الامراض اللي بتصيب الكثير والكثير من المحاصيل. فبالتالي احنا عندنا ثقافة مهمة جدا جدا لازم نتبعها ونقوم بها عشان نقدر نواجه هذه التحديات. والحقيقة أنه المعهد مشكورا بيقوم بدوره على أكمل وجه، فبالتالي احنا هنتكلم مع حضراتكم على هذا الدور وهنلقي الضوء على أهم إنجازات المعهد في الفترة الأخيرة وإزاي طبعا أكيد هنستفيد منها. اسمحوا لي بس ان ارحب بضيفي دكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقليه. دكتور مجاهد، اهلا بحضرتك، منورني. كيف فندم وبالساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. دكتور مجاهد، خلينا بس في البدايه نعرف مشاهدينا دور المعهد بشكل عام. هي معهد بحوث المحاصيل الحقليه من يمكن من اكبر المعاهد التابعه لمركز بحوث الزراعيه، و المعهد دوره بيتلخص في ثلاث أركان أساسية. أول حاجة استنباط أصناف جديدة توائم الظروف المناخية اللي بتمر بيها البلاد، وسواء كانت الأصناف دي هجن بس تكون عالية الإنتاجية مقاومة للأمراض والحشرات وكل تلاقي بالزراعة المصرية بشكل ما أو بآخر. الحاجة الثانية أنه المعهد بيقوم بإنتاج نوعين من التقاوي او درجتين من درجات التقاوي، وهي التقاوي المربي اللي بينتجها من برامج التربيه، وتقاوي الاساس اللي بيوزعها بعد كده على الاداره المركزيه لانتاج التقاوي والشركات الخاصه لانتاج التقاوي المعتمده اللي بيتم توزيعها على المزارعين. الحاجه الثالثه ان المعهد ليه دور ارشادي واضح جدا، وهو نقل التكنولوجيا اللي بيطورها للمزارع من خلال الحقول الارشاديه والندوات الى اخره من الأنشطة دي. الثلاث أهداف الأساسية للمعهد. تمام، إزاي بتحققوا الأهداف دي وما هو الجديد بقى في استنباط أنواع جديدة من المحاصيل المختلفة؟ حضرتك المعهد عشان يقوم بالدور ده في يمكن أربع محاور. أول حاجة اللي هي تنمية الموارد البشرية، وده مهم جدا. الموارد البشرية بتشمل الباحث اللي بيقوم بالعمل ده، تشمل المهندس الزراعي سواء كان في إدارة الفحص والاعتماد أو مهندس زراعي اللي بينزل الحقل ويشوف، والمزارع باعتباره الضلع الثالث للعملية. احنا عندنا باحث وعندنا مهندس وعندنا مزارع، الثلاث أضلاع لازم نهتم بزيادة الوعي، نعرف الباحثين بكل التكنولوجيز الجديدة على مستوى العالم من خلال دورات تدريبية خارجية وداخلية بشكل ما أو بآخر، نبعت أعداد كبيرة منهم يجيبوا ماجستير ودكتوراه من الخارج للتعرف على التكنولوجيز الجديدة الموجودة عالميا. بالنسبة للمهندسين بنعقد دورات تدريبية بشكل شبه منتظم قبل بداية الموسم، نعرفهم إيه الجديد، إيه الأصناف الجديدة، إيه التوصيات اللي المفروض أنها تتعمل، بحيث أنه كل واحد منهم يبقى أداة لنقل التكنولوجيا في حد ذاته، يقدر ينزل ويشوف ويتابع ويجيب كمان فيدباك من المزارعين. المزارعين طبعا يهمنا جدا ان احنا نزود ثقافة الوعي للأصناف الجديدة وازاي يتعاملوا معها عشان يحقق اعلى انتاج بأقل تكلفة، وده هو اللي يقصد بالتنمية المستدامة، ان انا ازاي اجيب اعلى انتاج ممكن من وحدة المساحة وحدة المية، مع الاحتفاظ او محافظة على كل الاصول او الميه سواء كان تقاوي او مياه او اسمده، كل المدخلات الزراعيه بشكل ما او باخر نقللها قدر الامكان ونحافظ عليها للاجيال القادمه، بحيث انه لا التربه حيويتها تقل او خصوبتها تقل، ولا التقاوي او الاسمده تنفذ في وقت من الاوقات. طيب عايزين نتكلم كمان يا دكتور على أهم الإنجازات اللي حققتوها في الفترة اللي فاتت. الحقيقة لو بصينا يمكن معهد بحوث المحاصيل الحقلية من أقدم المعاهد، يمكن قبل 1900 كمان كان موجود في شكل من أشكال، كان اسمه قسم تربية النبات تابع لوزارة الزراعة.
شوفي حضرتك، احنا كنا يمكن 10 مليون 15 مليون، النهارده احنا 105 مليون. ولا زال المعهد بيقوم بدوره في انه على الاقل بيحافظ على الانتاج ومستواه بما يفي باحتياجات الاستهلاك المحلي. نعم هناك فجوه في بعض المحاصيل، لكن الفجوه دي لا زالت ثابته، يعني ما بتزيدش بزياده السكان. ده نتيجه انه المعهد بيتحرك بشكل جيد جدا في المحاصيل الاستراتيجيه. بنوصل لمحصول عالي جدا مقارنه حتى بالستاندر الدولي. احنا لينا رانك كويس جدا في المحاصيل الرئيسيه، سواء كان قمح او ذره او رز او خلافه، من اعلى الانتاجيات على مستوى العالم بالنسبه لوحده المساحه، يعني انتاجيه الفدان. مصر حققتها، ولا زلنا بنطمح في المزيد من الزياده لتواجه وتجابه الزياده المطارده في السكان اللي بتحصل في مصر. اهم المحاصيل حضرتك شايفه انها مثلا بتستخدم ميه كتير او بتستهلك ميه كتير، فبالتالي احنا عايزين نعمل منها هجوم جديده عشان نقلل بقى ونحافظ على الميه على قد ما نقدر. شوفي حضرتك، هو ترشيد استخدام الميه وتقليل استخدام الميه ده يعني المفروض انه مشروع قومي وثقافه قوميه. صحيح. وسلوك بشري، يجب ان احنا كلنا نلفت انظار اولادنا وجيراننا، لازم يكون في حملات توعويه على مستوى القومي لمعرفه اهميه نقطه المياه دي، وازاي نقدر نحافظ عليها، وازاي نقدر نحصل منها على اكبر قدر ممكن من المحصول. زي بالظبط ما احنا بنصرف في استخدام المياه في البيوت، ممكن المزارع يكون بيصرف في استخدام المياه في الحقول. ودي وظيفة التكنولوجيا ترانسفير أو مكون نقل التكنولوجيا، أنه يزود الوعي، أنه نقول والله أنه مش لازم المية تبقى كتير عشان المحصول يبقى كويس. لا بالعكس، أحيانا المية الكتير ممكن تضر، ولعل الرز يعني برضو خير دليل على كده. احنا يعني دايما بنقول أنه مفيش داعي للمية الكتير في حقول الأرز، باعتباره أكتر يعني من أكتر المحاصيل المتهمة بأنه استهلاكه المائي عالي. زمان إحنا كنا في سيناريو، النهاردة الدنيا اختلفت تماما. يعني متوسط الفدان في مصر النهاردة يوصل 5500 متر مكعب، بدل ما كان 9000 مع الأصناف القديمة. إحنا دلوقتي الأصناف الجديدة دايما بتتميز بأنها قصيرة في العمر، محصولها عالي، وبالتالي أنا وفرت جزء كبير من الوقت اللي كان بيستهلكه المحصول. اديت المزارع فرصه ان هو يزرع محصول اضافي ما بين الصيفي والشتوي بشكل ما او باخر، بحيث انه يزود العائد بتاعه. في نفس الوقت المحاصيل، اي صنف بينتج لا يمكن انه يجاز او يتم تسجيله الا اذا كان صفاته المحصوليه افضل من افضل صنف موجود، والا مش هينزل. مش عايزين نفس الليفل، لا ده احنا كل مره محتاج ان انت تزود المحصول بشكل ما وباخر. صحيح. على اساس انه ياخد ميزه نسبيه في السوق. والمزارع بتاعنا الحمد لله في خلال ال 25 سنه اللي فاتت يعني كسبنا ثقه المزارعين، انه بدا هو اللي يدور على ايه الجديد عندكم، ايه الاصناف الموجوده جديده. زمان كنا بنعاني من ان احنا نوزع التقاوي المعتمده او التقاوي المحسنه، النهارده لا، النهارده هو اللي بيجي وهو اللي بيتصل وهو اللي بيحاول ان هو ياخد الاصناف الجديده ويجربها. طبعا في الاطار ده زي ما بيقولوا لازم يشوف بعينيه، seeing is believing، لازم يكون في حقول ارشاديه موجوده على مستوى الجمهوريه. الحقول دي احنا اللي بنشرف عليها، بتزرع عند المزارعين لكن احنا بنشرف عليها، بنطبق كل التوصيات الفنيه الموجوده، بحيث انه المزارع يشوف بنفسه انه باستخدام هذه التقنيه، باستخدام الطرق اللي احنا بنقول له عليها، كميه التقاوي المناسبه، الميعاد المناسب، المعاملات الزراعيه المختلفه، ممكن يحصل على محصول يتفوق كثيرا جدا عن اللي هو بيحصل عليه بشكل عادي. وبالتالي مجرد ما يشوف ده، ما يشوف الحقل الارشادي، بدانا نشوف انه حتى الحقول المجاوره للحقول الارشاديه بدات ان الانتاجيه بتاعتها تعلى مقارنة بالمتوسط العام للجمهورية بالنسبة للمحاصيل الرئيسية كلها. وبالتالي احنا جزء هام جدا هو مكون نقل التكنولوجي ده، بيتم من خلال إدارة مركزية للإرشاد، بيتم من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، من خلال دعم الحملات القومية. كل ده بيصب في أنه الكادر البحثي وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكادر الإرشادي يتجمعوا في فريق
عمل واحد، يروحوا لكل المحافظات، ينزلوا كل الأماكن، يشوفوا المشاكل على الطبيعة، ونحاول نلاقي لها حلول مناسبة بما يتوافق مع الظروف المحلية. وده أهم شيء، إنه يبقى فعلا في اتصال مباشر، عشان أنتوا بتتعبوا في الأبحاث وبتتعبوا في كمان في التطبيق، فبالتالي لازم الرسالة دي توصل لكل المزارعين ويستفيدوا طبعا من مجهودات حضراتكم ومجهودات المعهد. أكيد حضرتك المعهد، أنا عندي المزارع لأن هو ده المنفذ للتكنولوجي، وعندي المستهلك لأن هو ده التارجت بتاعي. أنا عايز أوصل إلى حدود آمنة من الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الرئيسية، وبالتالي كل ما زاد وعي المزارعين إخواننا وأهالينا، ده بينعكس على المتوسط العام للجمهورية. احنا يمكن في 85 مثلا، سنة 85 كان متوسط العام للجمهورية في الرز 2.4، النهاردة متوسط 4. تمام. القمح كان 1.5، النهاردة 3.3 إلى ربع طن الفدان. الذرة كان أقل من يمكن 1.5 أو 1.6، النهاردة 3.5. فإذا بتفرق كتير جدا إن أنا لما أزود الوعي من خلال مش بس الحملات الإرشادية، من خلال البرامج الإعلامية، من خلال المواد الفيلمية وخلافه. القصة إنه المزارع هو كمان عايز يستفيد. أكيد. وإذا حس إنه الناس دي بتشتغل بصدق علشان يحسنوا له الوضع المادي وصافي الربح، هو كمان هيشتغل معانا بشكل جيد. هناك من المزارعين من يطبق تكنولوجيات حتى لم تطبق في مركز بحوث زراعية، بقى عنده كمان فكرة الإبداع، إنه إزاي يجرب حاجة جديدة يمكن تكون فيها إنتاج أعلى. وبالفعل في بعض الحالات بناخد احنا التكنولوجيا دي اللي اي مزارع طبقها ونجربها عندنا، نشوف هل هي فعلا صالحه لان احنا نطبقها ولا لا. صحيح. وبالتالي التواصل مطلوب جدا. الاهتمام والفيدباك ما بين المزارع وما بين المهندس وما بين الباحث، ده في منتهى الاهميه علشان نستمر في اداء الدور المنوط بالمعهد. العالم كله بيشهد تغيرات مناخيه مختلفه، قد تكون شرسة، قد تكون مختلفة عن السنين القليلة الماضية، فازاي بتستعدوا لمواجهة هذه التغيرات وفي نفس الوقت كمان تطلعوا أفضل إنتاجية وأصناف جديدة تواكب التغيرات الصعبة دي؟ التغيرات المناخية يعني قائم لا محالة وموجود، ويجب أن احنا نستعد ليه قبل ما نواجه حتى مشاكل أكبر من الموجودة. احنا بنشوف النهاردة حتى على مستوى الأمطار مثلا، تلاقي فجأة أمطار شديدة جدا نزلت، المزارع ممكن تدمر محصول، ممكن إذا في فترة حساسة ممكن تأثر عليه. موجة حرارة عالية جت فجأة، مش متعودين على موجة حرارة عالية جت في فترة من الفترات، ممكن تضر جدا بالمحصول. وبالتالي من المهم جدا ان احنا نستعد لمثل هذه التغيرات بانتاج او استنباط اصناف تتحمل الظروف الجوية السيئة. حقيقة انه في الاتجاه ده مركز بحوث زراعية ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية بياخد 3 اتجاهات رئيسية. اول واحد انه انتج صنف قصير في العمر بحيث اني اهرب من فترات اللي فيها مشكلة زي الجفاف مثلا او درجات الحرارة عالية. الحاجة التانية انه انتج اصناف تتحمل مثل هذه الظروف، بمعنى انه يتعرض للحرارة او يتعرض للجفاف او يزرع في اراضي ملحية ويديني محصول اقتصادي ما يفرقش كتير عن اللي اتزرع فيه الاراضي العاديه، وبالتالي يوفر لي كميه ميه يمكن ان احنا نستخدمها في الاغراض الاخرى او لمحاصيل اخرى. الحقيقه انه الضلع الثالث هو المانجمنت او العمليات الزراعيه المختلفه، طرق الزراعه المختلفه اللي توفر لي في كميه الميه المستخدمه اللي تخلي النبات يقدر يتحمل الاجهاد ويمر بسلام من خلال مثلا انواع اسمده معينه نرشها فوليار بحيث انها تقلل الضرر الناتج عن الحراره عاليه، او طريقه الزراعه على مصاطب مثلا بحيث انها توفر كميه ميه وخلافه. كل هذه التكنولوجيات موجوده وبيتم تطبيقها في الحقول الارشاديه بحيث ان المزارع يدرك ان هناك من الطرق ما يمكن ان احنا نجابه به المشكله وما تعرضش لخساره كبيره نتيجه مثل هذه التغيرات. المساله مش يوم ولا اتنين، دي لونج تيرم، حاجه مفروض ان احنا مستمرين في التطوير دايما، وفي نفس الوقت بنجرب ونشوف
أصنافنا وأفضل الأصناف، حتى لما نيجي نقيم بنقيم في كل المناطق الجغرافية اللي بيزرع فيها المحصول، بحيث أن أنت تشوفي مدى الثبات الوراثي، بحيث أن أنا أقول والله الصنف ده ممكن ما ينفعش في وجه بحري، لا ينفع في وجه إبلي، الصنف ده ما ينفعش في المناطق الملحية، لا يزرع في مناطق ما يكونش فيها نسبة ملوحة عالية أو العكس. فالباكج بتتاخد على بعضها، أنه المعهد مسؤول عن إصدار حزمة توصيات واستنباط أصناف تلائم كل منطقة، وبالتالي نقلل من أثر التغيرات المناخية اللي بتعرض ليها العالم كله. من ضمن الحاجات برضو اللي قد تكون شوية مزعجة هي نسبة ملوحة التربة، وإن احنا بنحتاج كمان نكتشف لسه طبيعة الأراضي الجديدة اللي هنزرع فيها ونستصلح فيها. بتتعاملوا ازاي دكتور في الموضوع ده؟ وهل فعلا كل ارض وليها طبيعه بحثيه خاصه عشان طبعا تقدروا تزرعوا فيها المحصول المناسب؟ علشان كده ممكن معهد بحوث المحاصيل الحقليه ليه محطات نوعيه في كل انحاء الجمهوريه، بحيث انه يكون في كل منطقه ليها طبيعه خاصه، سواء كانت في التربه او في طبيعة الجو، في محطة بحثية بناخد كل الأصناف أو السلالات المحسنة الناتجة ونجربها في كل المناطق دي، بحيث نشوف أفضل منطقة لكل صنف إيه، وبالتالي يتم التوصية بزراعة الصنف ده في منطقة ما أو لا. الملوحة مشكلة رئيسية عندنا في مصر، لأنه إحنا محاطين بالبحر الأحمر والبحر المتوسط، طبيعي جدا أن يكون في نسبة ملوحة عالية. المعهد نجح في استنباط أصناف تتحمل الملوحة بشكل جيد، سواء كان الرز أو أحيانا يمكن الشعير من المحاصيل المتميزة جدا، الذرة الرفيعة من المحاصيل المتميزة اللي ممكن تزرع في مثل هذه الظروف. والحقيقة أن الذرة الرفيعة يمكن ما فيش حد كتير من مزارعينا بيعرفوا عنه غير في مصر العليا والصعيد، محصول متميز جدا ممكن يتفوق في إنتاجه على الذرة الشامي كمان. وفي نفس الوقت يوجد قرار وزاري يمكن من 10 سنين بدمج أو خلط الطحين الذرة الرفيعة مع القمح، وبالتالي ممكن بنسبة 20%، وبالتالي ممكن يساهم في حل مشكلة رغيف الخبز، خصوصا أنه أهالينا في الصعيد بيستخدموه خام بدون أي قمح لإنتاج الخبز، وبالتالي وبعدين ميزته أنه ممكن يزرع في أي منطقة من المناطق الهامشية اللي فيها، سواء كانت في الصحراء أو فيها نسبة ملوحة أو يتحمل مثل هذه الظروف السيئة. فبرضو هناك تفكير جدي في التوسع في مثل هذه المحاصيل في الأراضي الهامشية لمعظمة الاستفادة من الأرض والمياه. حضرتك اتكلمت على القمح، وده من الاساسيات، احنا مفيش مائده مصريه بتخلو من رغيف الخبز. نعم. كمان الارز تمام. من اهم المحاصيل الاستراتيجيه اللي موجوده في مصر، واللي استهلاكنا ليها برضو عالي جدا. عايزه اتكلم مع حضرتك على صنف سخا سوبر 300، وايه المميزات الخاصه بيه، وايه الفرق ما بينه وما بين الاصناف الاخرى؟ الحقيقه انه الرز والذره الرفيعه الثلاثه بيشتركوا في حاجة واحدة، أنه إحنا بدأنا ننتج منهم هجن، ونسبة التغطية بالهجن مثلا في الذرة 100%، يعني كل ما يزرع في مصر الآن عبارة عن هجن، وده السبب أن إحنا طلعنا من 1.5 ل 3.5 طن الفدان. الرز إحنا بدأنا استخدام الهجن يمكن من 10 سنين، وأنتجنا هجين مصري واحد. الهجن ميزتها أنها بتتفوق على الأبين، يعني إذا كان أب بيديني 4 وأب بيديني 4.5، ممكن الهجين يديني 5، 5.5 و6 طن. التفوق بتاع الجيل الأول ده بيخليني أنتجه على نطاق تجاري، وأقول المزارع يستفيد بقوة الهجين اللي موجودة دي. هجين مصري واحد بيديني حوالي 6 طن للفدان، 6 طن للفدان الواحد، مقارنة ب4 طن مثلا أو 3.5 في بعض الأصناف. فمعنى كده أن أنا عندي ميزة نسبية عالية جدا. في سبيل تطوير الهجن دي برضو، هجن الرز في منها نوعين، هجن بنسميه هجن الثلاث سلالات وهجن السلالتين. أنا عايز أخش الهجن السلالتين لأنه فيها الجزئية بتاعت سخا سوبر 300. سخا سوبر 300 احنا ما كناش بنربيه عشان يطلع صنف، احنا كنا بنربيه عشان يطلع أب نعمل بيها جيم. تمام. لكن لما زرعناه
واختبرناه طلع فيه مميزات كتيرة جدا أكتر ما احنا كنا متخيلين. الصنف بيديني 5 طن الفدان في حقول مزارعين، مش حتى عندنا في البحوث، لا في حقول مزارعين يديني 5 طن الفدان. وفي ميزة خطيرة جدا هو حساسية الفترة الضوئية، بمعنى انه حضرتك زرعتيه الميعاد الأمثل لزراعة الرز في شهر 5، لو زرعتيه في 4، لو زرعتيه في 5، لو زرعتيه في شهر 7، لو زرعتيه في شهر 10 أو شهر 8، هيظهر برضو في آخر شهر 9. ليه؟ لأنه حساس للفترة الضوئية. وبالتالي أنا بستفيد منه بإيه بقى؟ إن كل ما زرعته متأخر كل ما يأثر فترة النمو بتاعته ويديني محصول أعلى. أنا كان عندي مشكلة دايما في الدورة الزراعية إنه الناس اللي بتزرع رباية مثلا برسيم أو بتزرع لب للتسالي، ده بطيخ لب، بيتأخروا لحد شهر 6، لما يجي يزرع صنف رز عادي زي 177 ما يجيبش معاه محصول. وبالتالي كان في حاجة إنه يكون عندنا صنف متميز يتزرع في الحتة دي، صنف سخ سوبر 300 يمكن ان احنا نزرعه لحد اخر شهر 6 زراعة، يعني اتأخر شهرين تقريبا عن ميعاد الزراعة الاصلي، ويديني من 4.5 ل 5 طن الفدان. وبالتالي حللي جزء او مشكلة في الدورة الزراعية، بقى اللي عايز يزرع بدري في شهر 3 بياخد 177، واللي عايز يزرع متأخر مكان الرباية بياخد سخة سوبر 300 دون تأثير على كمية الانتاج. الحقيقة انه عايزين نقول كمان انه الصنف ده سخة سوبر 300 جودة الحبوب بتاعته ممتازة جدا، يعني الاكل بتاعه ممتاز متميز بالنسبة للمستهلك المصري، وده اللي خلاه لاقى قبول لدى المزارعين. والسنة دي يمكن عدينا 50,000 فدان مزروع من الصنف ده، بالرغم انه لسه مستنبط في اخر 2018. لازم اروح مع حضرتك للمكافحة والوقاية ايضا ومجابهة وعلاج الامراض، وخصوصا لو احنا بنتكلم على الظروف البيئية والتغيرات المناخية المختلفة، بيكون في انواع شرسة شوية من بعض الامراض اللي بتهاجم المحاصيل. بتتصرفوا ازاي، وازاي الناحية الوقائية هي اهم عندكم من الناحية حتى العلاجية؟ يا فندم، الصنف لن يسجل ولن يخرج الى النور اذا كان بيصاب باي من الاصابات المرضية او الحشرية. بادئ ذي بدء، لجنة تسجيل الأصناف لن تقبل بتسجيل الصنف، وهي لجنة مستقلة تابعة للوزارة مباشرة، لن تقبل بتسجيل الصنف إلا إذا كان ثابت أنه مقاوم لكل الأمراض المنتشرة لهذا المحصول. لكن ممكن يحصل أن أنا أزرع الصنف 5-6 سنين وبعد كده المقاومة بتاعته تتكسر. في الحالة دي يبقى عندي إجراءات وقائية ورش وقائي بحيث أن أنا أقلل الخسارة اللي ممكن تحصل في المحصول الى اقل قدر ممكن. الاتجاه الثاني انه احنا عندنا مثلا في الرز سخة 101 سخة 104 صنفين ممتازين جدا، جودتهم ممتازة، محصولهم عالي، لكن بعد 5-6 سنين من ما نزلوا في السوق بدأت المقاومة بتاعتهم لمرض اللفحة تنكسر. وبالتالي عملنا برنامج تربية سريع جدا وطلعنا صنف مشابه تماما 101، هو 101 لكن في صفة المقاومة، رجعنا له جين تاني دخلناه من أب تاني، وبالتالي بقى عندي صنف تاني اسمه سخة 108، هو سخة 101، جودة الحبوب هي ممتاز في كل الصفات، بالإضافة لأنه مقاوم ومحصوله بيعدي 5 طن الفدان. فإذا لن يخرج الصنف إلا إذا تأكدنا أنه مقاوم، وحتى إذا انكسرت مقاومته بيبقى في نظم علاجية متابعة موجودة في التوصيات. الحاجة التانية المهمة جدا، ويمكن السياسة الصنفية، لما نقول انه يا جماعة الاصناف دي ما تزرعش في وجه بحري خصوصا في القمح مثلا، يبقى ما تزرعش في وجه بحري لانه نسبة الرطوبة العالية ودرجات الحرارة في وجه بحري ممكن تلائم الصدى الاصفر زي ما حصل السنة اللي فاتت ويسبب خسارة كبيرة للمحصول والمزارع يضر بشكل ما. عشان كده السنة دي في اجراءات يعني حازمة، لانه الاصناف الخاصة بوجه ابلي تتزرع في وجه ابلي، والاصناف الخاصة بوجه بحري تتزرع في وجه بحري، وهذا ما يعرف بالسياسة الصنفية لكل نوع من المحاصيل الرئيسية. مهم كمان دكتور ان احنا نهتم بالمحاصيل اللي بيتم تصديرها، لانه في بعض الاشتراطات الخاصه ببعض الدول وتحديدا من الدول الاوروبيه بتكون اشتراطات صارمه وقاسيه جدا، ما بيبقاش فيها اي تهاون. وانا كمان دايما لما بيتفتح الملف ده وبنتكلم فيه بيهمني برضو ان المنتج المحلي يكون على نفس مستوى منتج التصدير. أكيد. وخصوصا بقى ان احنا عايزين نروح للفكر الاورجانيك ده اللي هو خالي من اي مواد كيماويه واي تدخلات. تمام،
حضرتك احنا في المعهد حاطين اولويه للو انبوتس. يعني ايه لو انبوتس؟ يعني اقلل كل المدخلات بما في ذلك المبيدات، بما في ذلك كل لان المبيدات هي مشكلتنا الاساسيه الحقيقه في التصدير ومتبقيات المبيدات. في مثلا محصول زي البصل، محاصيل متميزه جدا في مصر، اتحركنا من 5 طن للفدان ل 15 طن او 16 طن للفدان، ثلاث اضعاف. تمام، ومحصول تصديري ممتاز جدا بالنسبه لمصر، مش بس كفرش يعني كأبصال، لكن ممكن تجفف ويتعمل بودر وبيتصدر منه كميات كبيره. في مثل هذه الاحوال احنا محتاجين انه الستاندر بتاعنا يكون ملائم بما يتناسب مع العادات الغذائية والصحة العامة للمستهلكين، سواء كانوا محليين أو للتصدير. عشان كده احنا عندنا في مركز في معمل متبقيات المبيدات، ده بياخد عينات عشوائية بعد تطبيقات المبيدات، وبحيث ان احنا نتأكد انه في حدود آمنة، وكمان بيبقى موجود في التوصيات. يمكن دي المشكله دي مش موجوده قوي في المحاصيل الحقليه، لكن موجوده قوي في الخضر والفاكهه والحاجات اللي بتستهلك فريش وطازجه. دي كمان بيتاخد منها عينات بحيث ان احنا نشوف فتره او ما تبقى من المبيد على الثمره قد ايه، وامتى الاستهلاك الامن للثمار دي، بحيث انه ما يضرش بصحه المستهلكين. وفي نفس الوقت كل الدول دلوقتي بقت اشتراطاتها صارمه في موضوع الاستيراد، وبالتالي اذا انت مش على الستاندر هيرفض لك الشحنه وهترجع على حسابك انت، يعني فهي خساره كبيره. يبقى اذا انا عشان كده احنا بنهتم جدا بمعامل متبقيات المبيدات والمعامل المتخصصه في الوزاره انها تحلل عينات من كل الشحنات التصديريه او اللي بتستخدم للاستهلاك المحلي، بتيجي في صوره بلك مثلا للمدن الكبرى، بحيث ان احنا نبقى مطمنين. طبعا دي برضو ترجع للسلوك. المزارع زي ما في حد ممكن يكون أمين، في حد ممكن يكون برضو عايز يكسب وخلاص، فمش فرقة معاه، ممكن يرش مادة كيميائية ممكن تكون فيها ضرر، ما يحصدهاش في الوقت المناسب أو ما يستناش الفترة. فدي يعني مشاكل فردية برضو نعالجها بزيادة الوعي، بزيادة انه مش هو بس، مش الناس اللي هتاكل، ده هو كمان وأولاده هياكلوا منه، يعني الضرر مشترك. وبالتالي نحن جميعا نتطلع لانه يكون عندنا ما يسمى بالأورجانيك او اللي فيه أقل، مش هنقول أورجانيك لأنه صعب في ظل الزيادة السكانية دي أنه يبقى الوضع ده حقيقي، لكن على الأقل نقلل كل المبيدات والأسمدة اللي ممكن تؤثر على الصحة العامة إلى أقل ما يمكن من خلال حزمة التوصيات الموجودة مع الأصناف. وفي فترة الأمان دي يا دكتور اللي احنا بنتكلم عليها، أنه لازم المزارع يدي الفترة الخاصة بالأمان لاستخدام المبيد عشان نضمن انه ما يبقاش فيه لا قدر الله اي تلوث للمحصول او للمستهلك. هل بتتواصلوا مع المزارع وتاكدوا على اهميه النقطه دي؟ لانه ساعات بيبقى في نوع من انواع الاستعجال، وحضرتك عارف في اكيد يعني. زي ما بقول حضرتك دي مساله ترجع للضمير في الاول وفي الاخير. زي ما في ناس كتير جدا كويسه، ممكن يكون في ناس برضو بيهمها المكسب اكتر ما يهمها اي حاجه تانية. بندعو كل السادة الزراع وشركات الانتاج الزراعي انه يتحروا الدقة فعلا في امتى يحصد، امتى يرش، هل في اثر متبقي للمبيد ولا لا، بحيث ان احنا كلنا بنطمح انه يكون غذائنا امن عشان صحتنا وصحة اولادنا. احنا كمان بنلاقي ميزة هائلة جدا في السنين الاخيرة، يعني فكرة وجود المحاصيل في غير الموسم الخاص بيها، وده هيخليني اروح مع حضرتك لزراعة الصوب. دور المعهد في الموضوع ده ايه؟ يعني هل له دور في الموضوع ده؟ الحقيقة هرجع واقول لحضرتك برضو انه زراعات الصوب اساسا للخضار ومحاصيل الخضر ومحاصيل الخضر بشكل اساسي، طماطم، وده خارج نطاق المعهد، ده بيتبع معهد البساتين. فما بنستخدمش الصوب بشكل كبير في المحاصيل الحقلية، لكن يهمنا ان احنا نزود، ازاي نزود انتاجية وحدة المساحة، بحيث انها يعني مثلا من 10-15 سنة كان متر مكعب ماء يديني نص كيلو رز مثلا. النهاردة المتر مكعب يديني كيلو واحد من عشرة
من الرز في يعني بزود كفاءه استخدام الميه بشكل ما او باخر، لكن الصوب ليست من اختصاص المعهد. من المعهد. طيب خليني اروح مع حضرتك برضو لفكره زياده الانتاجيه، واحنا بنتكلم على الجوده. يعني في بعض المزارعين يقول لك لا انا متعود على صنف معين، وعندنا خوف شويه من كل ما هو جديد، عايزين يبقوا ضامنين ان النوع ده كويس. وطبعا انا عارفه ومتاكده كويس جدا ان مفيش صنف بيخرج من المعهد غير لما بيكون مر بكل المراحل اللي مدى اللي تؤكد مدى جوده هذا الصنف. بس ازاي بتقدروا تتواصلوا مع المزارع وتخففوا معاه من عبء توتر اي صنف جديد؟ حضرتك زي ما قلت لحضرتك، هو اهم حاجه في العمليه دي كلها بناء الثقه بين الباحث وبين المزارع. اذا حضرتك المزارع وثق انه انا بقدم التكنولوجيا او بعمل التكنولوجيا دي علشان خاطر المزارع، عشان خاطر يستفيد، هو كمان هيثق في المنتج. احنا ما بنطلعش صنف الا اذا زي ما حضرتك تفضلتي، الا اذا كان متاكدين تماما انه الجوده بتاعته كويسه، سواء كان القمح او الرز او الذره. في معهد اسمه معهد التغذيه موجود عندنا في المركز، بياخد عينات وبيدرس الجوده. احنا عندنا في برنامج الرز عندنا معمل متخصص للجوده، كل السلالات اللي ممكن يطلع منها صنف بناخدها الاول نعمل عليها اختبارات الجوده كامله، وما يطلعش غير الصنف اللي جودته تناسب الاستهلاك المحلي. لكن هو بيفرق مثلا في ذوق المستهلك، احيانا يقول انا مش عايز ده انا عايز ده. تمام، دي ترجع للخصائص بتاعت الصنف. بس احيانا يكون عندي صنف، مثلا انا عندي مثال واضح جدا في الرز جيزه 179 مثلا، ده حبه رفيع ممكن يكون في السوق اقل من سعر العادي من 300 ل 800 جنيه. ليه؟ لان الجوده بتاعته مش وحشه، لكن مش زي الاصناف العريضه. هي كويسه جدا لكن مش زي الاصناف العريضه، بس الميزه انه هيديني طن زياده مثلا او نص طن زياده، ففرق المحصول اكبر بكتير جدا من فرق السعر. فالمزارع يقول اوكي انا هزرع مساحه اكل منها، مساحه على قد الاستهلاك، والباقي هزرعه كميه من ال 79 ده عشان يديني كميه انتاج عاليه، وبالتالي استفيد من السعر، من فرق السعر والانتاج. ثانيا احنا بالنسبه للرز بالذات، حضرتك منتجنا الرز افضل 100 مره من المنتجات اللي استوردت في سنه 2018 نتيجه نقص المساحه. واحنا جربنا كلنا الرز اللي جاي من بره، ما ينفعش يتاكل اصلا. صحيح. تمام، فاحنا لا، اصنافنا كويسه متميزه جودتها عاليه، ناكل واحنا مطمنين. هناك جنود مجهولين موجودين بيشتغلوا على مدار السنه علشان يوصل منتج امن للمزارع والمستهلك على حد سواء. تحياتنا لكل جندي مجهول، والحقيقة هو في طبيعته أو في شكل العام ممكن بالنسبة لكتير من الناس ما يكونش مجهول، ولكن هو معلوم بالنسبة للمزارع، لأن أنتوا ملتصقين بشكل مباشر جدا ومش بتبخلوا بمعلوماتكم القيمة للمزارع المصري. أنا بشكر حضرتك، نورتني وأفدتنا جدا دكتور مجاهد حلمي، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية. اتشرفت بحضرتك. شكرا. وهنستنى منكم المزيد والمزيد من الأصناف الهجن الجديدة اللي بتواجه التغيرات المناخية والظروف الأخرى اللي اتكلمنا عليها إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. مشاهدينا، دي كانت أول فقرة حوارية في برنامجكم ساعة صبحية. هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية بعد الفاصل، فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها بمنتهى الحياد والموضوعية عن الحقوق الزوجية، ولكن بعد الفاصل.